السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة أسرار تربية النحل بالمغرب. هذه الخلية التي أمامكم هي التي كنت قد رفعت عنها لها فيديو بعنوان الفرق بين ملكة الإحلال وملكة التطريد. فبعدما اكتشفت أن هذه الخلية تحاول التطريد، إذ وجدت بيوت ملكية كثيرة داخل الخلية مع وجود الملكة الأم، فقمت بالتقفيص على الملكة الأم ووضعتها في عاسلة إحدى الخلايا القوية وتركتها لكي لا أجازف بالخلية بشكل نهائي، لأني قررت أن أستكشف إمكانية التلقيح في فصل الخريف في أواخر شهر 9 لأرى هل ينجح التلقيح أم لا. فإذا نجح التلقيح يعني ينجح التقصيد، وكما تشاهدون سترون أو سنرى معا هل تلقحت هذه الملكة التي خرجت أم لا. فأصدقوني القول إذا قلت لكم بأني سألت إحدى النحالين فاستهزأ بالفكرة، ربما هو قناعته وكذا أو لا أعلم. المهم هو أن الكثير قال لي بأنها لن تنجح في التلقيح وبأني دمرت هذه الخلية لكن أنا كان عندي ربما الخطة البديلة، يعني إذا لم تنجح في التلقيح سأرجع لها الملكة الأم. هذا الإطار به عسل، قليل من العسل مرشوش. التلقيح كما هو معلوم بأن إذا توفر المرعى الجيد وتوفرت الذكور للتلقيح، ما الذي سيمنعه الحرارة؟ الإطار هذا به حضر مغلق. نعم الحمد لله تلقحت الملكة وها هي تشاهدونها تجول وسط أبنائها. الإطار فيه حضنة مغلقة وحضنة مفتوحة، وهي حضنة مغلقة حضنة شغالات، يعني أن التلقيح ناجح 100%. الجانب الإطار الجهة الأخرى فيها حضنة مغلقة وحضنة مفتوحة وبيض. فالنحل حينما قام ببناء البيوت الملكية، فالنحل هو الآخر له غريزة وله حاسة، فحين قام بالتطريد لم يقم بالتطريد عبثا، وإنما أحس هو الآخر بأن غريزته أحست بأنه بحاجة إلى التطريد لأن الخلية كانت مكتظة نوعا ما. الإطار هذا هو الآخر الحمد لله به حاضنة مغلقة وبيض والقليل من العسل. نعم كما تشاهدون من الجهة الأخرى، هذا أول جيل من هذه الملكة الجديدة. كثافة نحلية جيدة، حضنة نحل حاضن موجود والحمد لله. هذا الإطار لا غالبا كما تركته به حبوب لقاح والقليل من العسل، عسل مختوم وحبوب لقاح من الجهتين كما تشاهدون. الإطار هذا عسل وحبوب لقاح، عسل
ليس به إلا قليل من الحبوب اللقاح، لكن ما تبقى فهو عسل. التلقيح كما هو معلوم ربما قد نظلم الطبيعة أو نظلم الوقت ونقول بأن النحل لا تتلقح الملكات إلا لتوفر يعني في أوقات التلقيح، وأن وبهذا سنكون قد وضعنا حكما على التلقيح بأن الزمان يتحكم في التلقيح، أو ليس الزمان أي الظروف نوعا ما، فالظروف طبيعية قد تتحكم في التلقيح. لا وجود للمرعى الجيد، كيف للنحل إذا كان لا يخزن حبوب اللقاح ولا تدخل حبوب اللقاح إلى الخلية بشكل يومي أن تقوم بالتلقيح؟